مؤامرة مؤامرة مؤامرة. مليت من هالمؤامرات هاي. شو يعني الكل عم يخططوا لمؤامرات ضد بعض بهالعيلة؟ اللي كان بدك تقوليه يمكن يكون مهم ممتاز، بس حالياً ما في عندي شيء أهم من أمي نهائياً. ما توقعت تكوني مستهترة لهالدرجة. حيدر خلينا نسمع يلي بدك. دعاء خلص. هلأ رح تصير فضيحة كبيرة، هاتنين رح يتخانقوا ونحن رح نتفرج عليهم. أنا واثقة إنه هدول التنتين هنن المسؤولين عن كل شي عم بيصير هون هلأ، بس أنا ما فيني أعمل أي شي بالمرة. أنا لليوم كنت عم بتجاهل أخطائك كلها، بس خلص أنت اليوم تجاوزتي كل حدودك. أنت ما فهمت مومو. يلي بيغلطوا بيجادلوا الناس فوقها بيكونوا قليلين أدب، ولهيك لعدت تتوقحي. اعتذري من أمي. يلا مدام، بس أنا قلت لك اعتذري من أمي وفوراً. بس ما في داعي إنها تعتذر. أسوأ شيء صار اليوم، اعتذارها هاد ما رح يخفف وجعها لأمي. بس بعد اليوم ما رح اسمح يصير أي حوادث بسبب ممتاز، ومنشان هيك قررت. شو قررت؟ ممتاز ما عاد في إلى داعي. ممتاز يا حبيبي، أنا مستعدة أعمل أي شي مشانك أنت وبس. إليلا تضب غراضها وتاخد حسابها وتطلع منهم. بس يا حيدر أنت عم تظلمها هيك، هي غلطت واعترفت بغلطها وبعدين هي ما عملت هذا الشي عن قصد. شوف أنا ندمانة ورح تعتذر، على القليلة لازم تسمع شو كانت بدها تقول. خلاص ما رح أقبل أي اعتراض على قراري، هي دائماً بتغلط وانتي دائماً بتحاولي تغطي وتدافعي عنها. اللي صار اليوم ما لازم ينعاد. أنا أخذت قراري، هي البنت ما بقى رح تشتغل عنا. تفضل دكتور. دكتور ليك يا أمي، تفضل افحصها دكتور. لازم ناخدها على غرفتها. ايه ايه يلا 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 تعي. عمالك شوي على اسمعيني. خلص انسي اللي صار فيني اليوم، بس في شغلة كان بدي لك اياها وهالشغلة كتير مهمة بالنسبة لك صدقيني. احكي مومو، شوفي شو اللي صار معك. مدام غزل وخالتي جولناس كانوا عم يحكوا. دعاء امي بحاجتك هلا. ايه مومو انتي ما تاكلي هم، بس حيدر معصب كتير هلا، واول ما يهدى انا بحكي معه مشاني. مدام خلص بحكي معك بعدين، هلا امي بحاجتي، استنيني راجعه. مدام حتى انتي ما عم تفهمي علي، انا ما بيهمني ابدا انه قلعتوني، انا بس بدي انقذ هالعائله. وين رايحه مومو؟ كرمال مين عم تخاطري بحياتك؟ ما حدا منهم رح يسمعك هلا، شفتي؟ ما في حدا منهم صدق حكيها. شوفي هذا اللي بيصير وقت تعلقي معي انا. يلا روحي ضبي اغراضك، يلا طلعي من هون. يلا انا رايحه، بس انتو التنتين ما رح ارحمكم، انا رح احكي عن خطتكم الشريره
ما رح أطلع من هالبيت لحتى أحكي لدعاء كل شي عم تفكروا فيه. دكتور لا لا. دكتور قلي انكسرت رجلة شي؟ مو مبين إنه فيها كسر واضح. شو رح تستفادي إذا وقفتي معه وقت حيدر هانك قدام الكل؟ دعاء ما ردت عليه ولا دافعت عنك بكلمة صح؟ غزل كلامه صح ممتاز. شوفي الكل واقفين ضدك هلأ، اسمعينا شوي بس. ما رح اسمعكم، انتو خبيثين أكثر ما بتتخيلوا، وأنا الوحيدة يلي رح وقفكن عند حدكن. نتواجه. لك شو اللي عم تحكيه هي البنت؟ أنا كيف بدي خليكي تفهمي؟ طيب شوفي أعطيني رقم ونحن رح ندفع لك ياه، بس المهم إنه ما تحكي لدعاء عن خطتنا ولا تخليها تفكر باللي عم نخطط له. قديش بدك؟ يلا قولي بسرعة. يلا تفو. ما بنكر العشرة بنوب، هالعائلة وظفوني عندهم واحترموني، يعني أنا مستحيل خونهم مشان شوية مصاري مني. أنا مو مثلكن بنوب، ما بعملها أبداً، أنا مستحيل عض الإيد يلي تعمطني.